تاني يا جماعه، هو بيسال على الارقام، قلت بكتب اول رقمين، اشمعنى اول رقمين؟ عشان يعرف السيكونس اللي انا همشي بيه، فانا كتبت واحد وبعدين اثنين اهو عشان امشي ورا بعض، واقوم عامل سيلكت على الرقمين اهو، واجي في اخر الرقم الثاني هيديني علامه كروس كده عامله زي علامه البلس، علامه الزائد، واسحب واسحب اهو. بصوا معايا، ممكن كمان ما اعملش كليك واسحب اهو كنترول زد، امال اعمل ايه؟ بصوا كده، اقفوا بالعلامه دي واعمل دبل كليك. لما تعمل دبل كليك هو هينمر بقيه الحاجه، بس هينمرها لحد فين؟ لحد اخر سل مكتوب جواها، اخر حاجه مكتوبه جواها اللي هي سيمي قعود، عشان كده رقم لحد 8. يعني انا لو كنت كاتب حاجه في السل اللي بعدها كان هيرقم للسل اللي بعدها. تاني انا عملت ايه؟ تاني اهو، نرجع تاني كنترول زد، انا رقمت واحد واثنين. يا اما تعمل تقف في اخر السل وتسحب، يا اما تقف هنا ويديك علامه الكروس وتعمل دبل كليك اهو. دبل كليك هي نفسها، هيفضل يرقم اوتوماتيكلي لحد اخر سل مكتوب فيها. انا اخر حاجه عندي مكتوبه سامي قعود، عشان كده رقم لحد اخر اسم عندي، لو في اسامي ثانيه كان رقم للاسامي الثانيه. طيب اسمع حد ثاني يا جماعه قبل ما ننتقل للنقطه اللي بعدها. نعم، حد عايز يسال؟ طيب ميس، لا يا ناني خلاص. اتفضل. نعم يا محمود. انا جانا. ايوه يا جانا. ميس انا لسه داخله، ممكن اللي فات من حضرتك دي؟ لا، اللي فات هتسمعيه في التسجيل، حضرتك متاخره مش هنعطل الناس. اللي فات في التسجيل اسمعيه. ننتقل للنقطه اللي بعدها يا جماعه، بصوا بقى معايا النقطه دي مهمه جدا. بصوا كده يا حبايبي، انا دلوقتي كاتبه ايه؟ اللغه العربيه واللغه الاجنبيه والدراسات والعلوم. طب تعالى نروح كنترول بي اللي هي البرنت. لما اجي اروح بقى للبرنت، ركز معايا اهو، انا لما اطلع برنت فين العلوم؟ العلوم مش موجوده. ايه ده؟ برغم ان انا حطاه، بص معايا نرجع تاني، اهي العلوم اهي، لكن لما انا رحت كنترول بي هي مش موجوده. عشان كده عمليه تنسيق الورقه في الاكسل مهم جدا. ليه؟ لان الصفحه عنده خلصت لحد الدراسات. طب انا اقدر اتحكم في الصفحه ان انا ادخل العلوم دي في الصفحه بتاعتي؟ طبعا حضرتك بتتحكم في الصفحه زي ما يتراءى اليك. طب منين اقدر اتحكم في الصفحه؟ اولا عشان تتحكم في الصفحه انت لازم تشوف فواصل الصفحات تجيبها. طب فين فواصل الصفحات بتاعتك؟ اجيبها منين الفواصل؟ قبل ما اجيبها لك، بص في خط اهو منقط بسيط لونه كده رمادي بسيط اهو عند ما بين الدراسات والعلوم، ده نهايه الصفحه. رؤيه العين ممكن ما تجيبوش. طب انا عايز اشوف الفاصل ده بحيث اقدر احدد الصفحه بتاعتي منين. طيب بص معايا كده، انا عندي منيو فوق اسمها فيو، كليك عليها. لو انت عملت كليك على المنيو اللي اسمها فيو، في تاب عندك اسمها ورك بوك، ورك بوك فيوز اهي، دي التاب دي. في تاني اوبشن عندك اسمه بيج بريك بريفيو، انت اول اوبشن نورمال ده اللي انا واقفه فيه، ده وضع الصفحه بتاعي النورمال. لا انا هغيره واقول له خليني في وضع البيج بريك بريفيو، يعني اظهر لي فواصل الصفحات. بص الصفحه شكلها اتغير ازاي؟ ايه ده؟ اهو الخط الازرق ده هو نهايه الصفحه بتاعتك، وده صفحه جديده. طب انا عايز ادخل العلوم، طب اقف على نهايه الصفحه دي هتلاقي في سهم ليه راسين، ليه تو اروز كده، اقف لحد ما يظهر لك واعمل كليك واسحب اهو. انا سحبته، بص كده تعال نروح كنترول بي، هتلاقي العلوم دخلت اهي. تاني يا جماعه، تاني انا عملت ايه؟ كنترول زد، هرجع اهو اندو. تاني انا عملت ايه؟ وليه الصفحه صغرت؟ هي ما صغرتش ولا حاجه، انا هقول لك ايه اللي حصل دلوقتي. انا عايز اشوف فواصل الصفحات عشان اقدر اتحكم في الصفحه. بجيب فواصل الصفحات منين؟ من المنيو اللي اسمها فيو. هروح لتاني اوبشن عندي اسمه بيج بريك بريفيو، كليك عليه. لما هكليك عليه بيجيب لي فواصل الصفحات. طب انزل تحت شويه، عندك انت هنا في هنا ماينس وفي هنا البلس، ده الزوم بتاعك. ممكن تكبر على فكره لو الصفحه صغيره قدام عينك اهو، انا كبرت الزوم اهو عشان تشوف. طيب الخط الازرق ده هو نهايه الصفحه. طب انا عايز الكولم بتاع العلوم يخش جوه الصفحه دي، اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه اقف على نهايه الصفحه اهي، هيديك ارو لي تو بوينتر اللي هو ليه راسين، يعني اعمل كليك عليه واسحب كده، رحت انت نهيت الصفحه بعد العلوم دخلتها. وايه اللي حصل؟ دخل لك الكولم ده في الصفحه اهو. نروح كنترول بي هتلاقي راحت العلوم داخله جواه. طيب جميل، نرجع تاني. ركز بقى معايا، انا عايز ازود ما بين اللغه العربيه واللغه الاجنبيه كولم، عايز احط مثلا رياضيات. ايه ده؟ هو انا بعد ما كتبت عايز ازود، اعمل ايه؟
هضطر الغي كله؟ لا طبعا، اقدر ازود كولم واقدر ازود زي ما انا عايز. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ اقف. طيب ما عند اللغه الاجنبيه انت عايز تزود ما بين مين ومين؟ ركز، انت عايز تعمل ايه؟ المايكات يا جماعه مقفوله عشان ما تعملش صفاره بعد اذنكم. انا عايز ازود ما بين العربي واللغه الاجنبيه، يبقى اقف على الكولم الاخير بتاعك اهو واعمل سيلكت عليه. حلو، رايت كليك وروح اقول له انسرت. طب ايه ده هو مش مديني اوبشن انسرت كولم ولا رو؟ طب ما ايوه طبعا، حضرتك عامل له سيلكت الكولم، يبقى اكيد لما هعمل انسرت هعمل انسرت الكولم لان انا محدد كولم اهو، فهقول له انسرت، راح مزود لي كولم قبله. تاني، انت عايز تعمل الكولم بتاعك فين؟ عايز اعمله ما بين اللغه الاجنبيه والدراسات، يبقى بتقف على الكولم الاخير مش الاولاني. خلي بالك انت عايز ايه اهو، انا عايز ما بين اللغه الاجنبيه والدراسات، هقف على الدراسات رايت كليك واقول له انسرت اهو، واروح هنا انا عايز اكتب هنا الرياضيات، مش الرياض بكتب انجلش احول عربي اقف في ناحيه دي واكتب الرياضيات اهو، رحت مزود. ايه ده فاصل الصفحه رمالي العلوم بره، نفس الكلام هقف هنا واروح شادد كده راح جاب لي العلوم كنترول بي اهو، هتبص الجدول اهو اللغه الاجنبيه والرياضيات والدراسات والعلوم. نرجع تاني، طيب نفس الكلام في الرو، انا عايز ما بين دينا علي وفاطمه شمس ازود اسم، عايز تزود الاسم ما بين مين ومين؟ دينا وفاطمه، يبقى هقف على فاطمه اللي هو الاخير واقوم عامل سيلكت رايت كليك واروح اقول له انسرت. شيء طبيعي انت محدد له رو يبقى انت بتعمل انسرت الرو اهو، واروح ازود هنا انا عايز وليكن هزود مثلا نور محمود اهو. طب الترقيم بتاعي مش مظبوط، طب تعال على 4 و5 سلكت عليها وارجع تاني اعمل دبل كليك هنا هيكمل لك الترقيم بتاعك. طب ايه ده انا عملت دبل، كمل لي الفاضيه عشان الباقي مليان. طب ما هو طبعا يبقى لازم اعمل سلكت واسحب هنا بقى، الكلام ده لو كانوا فاضيين خالص كنت هعمل دبل كليك اهو. تاني كنترول زد، معلش الحته دي نرجع تاني، هو انا لو وقفت هنا على 4 و5 وجيت عملت دبل كليك هيملى لي الفاضيه دي بس عشان دي الوحيده اللي فاضيه. طب ما هو بقيه الترقيم غلط، يبقى ما ينفعش اعمل دبل كليك، لازم اسحب. امتى بعمل دبل كليك؟ لما يكون السيلز بتاعتي فاضيه فيروح مالي لي الفاضي اهو، فانا عشان كده المره دي هقوم سحبه يوم هو مرقم لي الترقيمات بتاعتي. عايزه اقف عند حته مهمه جدا، حضرتك لازم تعرف تقرا السيل بتاعك. ليه لازم اقراها؟ عشان لما هنيجي نكتب ايكويشن في بارت 2 لازم تبقى عارف رقم السيل. يعني انا لو واقفه هنا اهو، انا واقفه في الحته دي، السيل دي ليها اسم، ازاي بعرف الاسم؟ الاسم عباره عن اسم الكولم وبعدين الرو. طب ده كولم رقم كام؟ دي، ما انا ماشي اهو A B C D، مش ده A وبعدين B C D، يبقى هي هنا اسمها دي. طب الرو بتاعك رقم كام؟ هنا ادي رو 1 2 3 يبقى هي اسمها دي 3. طب عايز تتاكد من الاسم؟ الاسم بيظهر لك على جنب هنا اهو، انا واقفه عليها اهو، بص دي 3. طب لو جيت وقفت في الحته دي ده اسمه ايه؟ اف، ونرجع للكولم بتاع الرو 8 يبقى ده اسمها اف 8 اهو. يبقى لازم تتعلم تقرا السيل بتاعتك كويس عشان لما اجي اكتب فانكشن هكتب الفانكشن باسم السيل. لو انت كتبت اسم السيل غلط الفانكشن هتطلع غلط، ده اكيد. فقرايه السيل بتاعتك برقم العمود الاول وبعدين رقم الرو، بشوف العمود بتاعي اسمه ايه، وطبعا الاعمده دي يا جماعه ماشيه الفابيتيكلي يعني اي بي سي اند سو اون، والرو طبعا ماشيه اسندنج يعني 1 2 3 اند سو اون. طيب هل ينفع ان انا الاسامي دلوقتي، لو انت لاحظت معايا في الاسامي انت عندك هاني وبعدين يوسف وهناء واماني، طبعا هي مش مترتبه الفابيتيكلي. طب ينفع نرتبها؟ طبعا، بس انا هرتبها بعد ما ندخل ارقام. ليه؟ عشان نشوف لما نرتب هياخد الارقام معاها ولا لا. طبعا هياخدها، بس خلينا موضوع الصورت ده لما ندخل شويه ارقام. طيب انا عايز ابدا ادخل ارقام. طيب خلي بالك انا مثلا كل ماده من دول ليها نهايه غير نهايه الماده الثانيه. يعني انا عايز اقول ان العربي مثلا النهايه الكبرى بتاعته 100، طب عايزه ازود رو، فانا هاجي في الرو ده واعمل رايت كليك وراح اقول له انسرت. حلو جميل، انا عايز احط هنا ان اللغه العربيه دي من 100، وعايز احط ان اللغه الاجنبيه وليكن مثلا من 60، والرياضيات 80، والدراسات 40، والعلوم من 40. حلو، طيب ايه ده شكل التنسيق بقى وحش قوي. طب ما هو عادي انت ممكن تظبط، انا هقوم عامل كده، بص كده معايا هحدد دول واقوم عامل ايه البوردر بتاعي رايت كليك
فورمات واروح للبوردر اهو واختار ان انا عايز البوردر الحته دي. طب تمام اوكي. طب ايه دي؟ ايه الاسم الحته الفاضيه دي؟ طب ما تدمج الحتتين دول مع بعض عشان يبقى حته واحده. اعمل لها ميرج ازاي؟ بص كده علم على الحته دي اهو وروح لهنا في ايكون هنا في المنيو بتاعت هوم اسمها ميرج، كليك عليها. اول ما تعمل نعم نعم اسمها ميرج اهو، راح اعمل لها ميرج. نفس الكلام في المسلسل اهو، عملت سيلكت عليها وراح اقول له ميرج. بص كده اصبح الشكل العام في التنسيق شكله جميل، الاسم طبعا شكلها حلو وتمام. طب انا ليه اديت نهايه لكل ماده مختلفه عن الثانيه؟ هقول لك انا ليه. انا دلوقتي عايز وانا بحط الدرجات لو انا جيت اكتب هنا، انا ممكن اغلط اكتب 120. بص كده ايه ده، الكمبيوتر قبل برغم ان النهايه العظمى 100. ممكن اجي اكتب هنا مثلا، جيت اكتب مثلا 50، ايدي راحت دايسه على الماينس ورحت كاتبه 50. هو في حد بياخد سالب 50؟ ايه ده؟ لا. طب انا عايز قبل ما اكتب بقى، ركز معايا، عايز قبل ما اكتب اقول له لو انا جيت كتبت درجه اعلى من ال 100 ارفض، ولو كتبت درجه اقل من الصفر ارفض، لان مفيش حد بيجيب اقل من الصفر. اقل درجه لو واحد مش كاتب حاجه خالص هيجيب صفر. طب لو واحد مجاوب اجابه نموذجيه هيجيب 100. طب يبقى انا عايز اقول له خلي بالك وانا شغال، لو جيت اكتب وايديا غلطت، جت تكتب درجه اعلى من 100 قول لي ما ينفعش، لان ممكن احنا سهوا ايدي تدوس على الرقم غلط. يعني انا عايز اكتب مثلا 64، ايدي راحت دايسه على السته والاربعه دوست عليها مرتين غصب عني، ايدي داست دوسه طويله. هو في حد جايب 644؟ لا طبعا. طيب فاعمل ايه؟ لازم الاول انسق ورقتي من قبل ما اشتغل. فانا عايز اقول له خد بالك انت اديني الارم. اعمل الكلام ده ازاي؟ حلو قوي. طيب بصوا بمنتهى البساطه يا جماعه، علم على الجزء اللي انت عايزه. انا عايز في الحته دي من اول الكولم هنا ده كل ده اهو، مش عايز اكتب اكتر من 100. اعمل ايه؟ هروح لمنيو عندي اسمها داتا. كويس. وبعد الداتا هنروح لحاجه اسمها داتا فاليديشن. فتحت الداتا فاليديشن، راح فتح لي بوكس كده. اول حاجه في البوكس عندك اول تاب اسمها سيتنج. بص السيتنج دي مهمه جدا. هنا بيقول لك ايه الفاليديشن كريتيريا، يعني انت عايز الشرط اللي انت تحطه ايه. انا مش عايز اني فاليو، انا عايز فاليو ديسيمال، لان ممكن الواحد يكون جايب مثلا 95.5 98.2، فيسمح لي ان انا ادخل رقم ديجيت في ديسيمال بوينت. فقلت له اي رقم هكتب في ديسيمال الداتا بتاعتي تبقى بتوين ما بين كام وكام. انا هقول له هنا ما بين الزيرو وما بين كام ال100. مش الدرجه دي من زيرو ل100؟ رحت قلت له ما بين الزيرو وال100 ورحت قلت له اوكي. ماشي اوكي. تاني يا جماعه معلش نعلم بس صح كده على الكولم بتاعي، ونروح الداتا فاليديشن ورحت ديسيمال، وهاجي اقول له الرقم بتاعي ما بين الزيرو وال100. وراح اقول له اوكي. حلو تعال نكتب. انا هنا رحت كاتب 50. طيب دي بين الزيرو وال100 مفيش مشكله. كتبت هنا 110. بص كده راح مطلع لي مسج زي الفل اهي، قال لي ذا فاليو دازنت ماتش ذا داتا فاليديشن. خلي بالك يعني الفاليو مش متوافقه مع الفاليديشن اللي انت عاملها. طب انا مش فاهم المسج دي، ايه المسج دي؟ هو انا المسج منيله بنيله ومش عارفه افهمها، ينفع اكتب مسج تفهمني؟ طبعا انت بتتحكم في الكلام اللي بيطلع في المسج. طب ازاي؟ تعال نرجع تاني اهو. بص كده نعلم على الكولم بتاعي تاني ونروح داتا فاليديشن واروح هنا. بص كده الايرور الارت، شايف كلمه الايرور الارت التاب بتاعتي؟ كليك عليها. هروح اعمل كليك على التاب بتاعت الايرور اهي، جميل. واروح اقول له الستايل بتاع المسج بتاعتي ستوب، يعني وقفني، واكتب لي في المسج دي، اكتب لي بالعربي كده لا يمكن، طلع لي مسج مكتوب فيها لا يمكن ما ينفعش. واكتب لي بقى الكلام اللي يطلع في المسج، ان مثلا الرقم لابد ان يكون بين صفر و100. انا اللي كاتب المسج بايدي اهو، وخلينا صفر كمان ممكن اكتبه بالحروف اهو، بين صفر صفر دي اكتبه بالحروف صفر اهو و100. بص كده واروح اقول له اوكي. طب تعالى ندخل هنا كده 120 مثلا، انتر، راح مطلع لي اهو لا يمكن، ادي المسج بتاعتي اهي، ودي علامة الستوب اللي أنا قلت له عليها، والمسج طلعت أهي الرقم لابد أن يكون بين صفر و100.
طيب ماشي شكرا يا عم، هقول له ريتراي، انا هحاول تاني. طب جيت رحت ايه، جيت رحت حاطط سالب 40، ايدي دست على السالب غصبا عني انت هيطلع لي نفس المسج، لان انا قلت له الفاليو ما بين الصفر وال100، ما تقدرش لا تحط اقل من الصفر ولا اعلى من ال100. تاني اهو انا هحط هنا رقم 100 بالظبط، هيرضى؟ هيرضى طبعا. طب صفر بالظبط هيرضى؟ يبقى حضرتك اللي بتحدد له انت عايز ايه. طيب بص كده وانا نازله كده، اما انزل تحت شويه كده، ايه ده وانا نازله، تعالى بس نملى بس الارقام كده. انا هحط هنا مثلا 70، هنا 65، ارقام عشوائيه، 87 مثلا، 45 ونص، اي ارقام، 77، 100، واروح احط له هنا 90. طيب بصوا كده وانا نازله، وانا نازله بالارقام الكولم ما بقتش عارفه انا بحط ارقام انهي ماده، فين الماده؟ اسم الماده راح صح؟ اسم الماده بتاعي راح اهو، كان فوق، وكل ما انزل تحت شويه مش هشوفها. طب ايه ده، وانا هفضل حافظه وانا بسجل، لو انا عندي 300 طالب هبقى حافظه الكولم الاولاني ده اللغه العربيه والتاني اللغه الاجنبيه؟ لا، انا عندي طريقتين ممكن اعمل بيهم حل للمشكله دي. اول طريقه تعالى ناخدها مع بعض، انا ممكن وانا نازله كده اخلي الكولم يطلع عليه مكتوب ده العربي، يكتب لي عليه ازاي. طب بص كده معايا اعملها منين، روح اعمل سيلكت على الكولم بتاعك اهو. طب وبعدين روح للداتا فاليديشن، عندك تاني تاب حاجه اسمها انبوت مسج اهي، اقول له الانبوت مسج بتاعتي اكتب لي هنا ان ده اللغه العربيه اهو، اللغه العربيه، واروح اقول له اوكي. بص كده معايا اهو طلعت اللغه العربيه، كل ما انزل بالسيل بتاعتي لتحت كلمه اللغه العربيه نازله معايا اهو، فانا عارف دلوقتي ان انا بكتب على اللغه العربيه، يبقى عمري ما اقدر اتلخبط. شايفين؟ طب الكلام ده على فكره انا عملته على اول كولم بس، يعني لو رحت للغه الاجنبيه لا طبعا اهو هنزل تحت مفيش. طب ينفع اعمل حاجه ثانيه؟ اه ينفع اعمل حاجه ثانيه وجميله برضو. انا دي ده اول حاجه، ممكن اعمل فريز بين. يعني ايه فريز بين؟ يعني اقول له ثبت لي العنوان اللي فوق ده، مهما انزل خلي العنوان ثابت معايا. ازاي؟ اقف على اول سيل بعد الاسم اللي فيها الارقام بتاعتك كويس، وبعدين روح لعندك لمنيو اسمها فيو، هتلاقي من المنيو اللي اسمها فيو اوبشن اهو اسمه فريز بين، يعني ثبتها لي، كليك عليه وانزل تحت قول له فريز بين. بص كده، طب ننزل كده بالارقام، الارقام هتنزل بس بص اللغه العربيه ثابته اهي، شايف اللي هي ايه؟ العنوان بتاعك ثابت، بص انا نازله لكن العنوان ثابت. نفس الكلام هيثبت لك الاسم، ليه؟ لان انا وقفت على السل اللي بعد الاسم، يبقى انا لو مشيت بالعرض كده اهو، بص 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 الاسم ثابت معاك اهو، يبقى المكان اللي انت عايز يفضل ثابت معاك حط السل بتاعتك عليه اهو. تاني نشيل فريز بين. طيب انا مش عايز الجزء بتاع اللغه العربيه ده هو اللي يبان، امال انت عايز ايه اللي يبان؟ انا عايز ايه مثلا؟ عايز المسلسل اللي يبان، الاسم ده يختفي، يبقى انا اقف عند، انت عايز مين اللي يبان؟ المسلسل، يبقى تقف بعده عند الاسم هنا وروح قول له فريز بين. بص كده الاسم هيروح، نمشي بالعرض كده الاسم هيروح، هيفضل معاك المسلسل اهو، هو اللي فاضل معاك، ما انت اللي قايل له، انت اللي بتحدد انت عايز ايه اهو. طب انا عايز الاسم يبان، طيب ارجع تاني كنترول زد، عايز الاسم يبقى اقف بعد الاسم اهو، هقف عند اللغه العربيه. طب انا عايز اهو من اللغه الاجنبيه، عايز اثبت اللغه العربيه ثابته معايا على طول، الكولم ده يبقى ثابت الاسم واللغه العربيه الاثنين دول، يبقى اقف بعدهم اهو هنا وراح اقول له بص كده فريز بين، امشي كده بالعرض هتلاقي اللي ثابتين معاك. ثواني احنا ما عملناش فريز بين اهو، نقف هنا بس اهو ونروح فريز بين ونقول له فريز بين، نمشي كده بالعرض هتلاقي اللي ثابتين معاك الاسم واللغه العربيه، ما هو انت اللي مثبتهم، يبقى المكان اللي انت عايز تثبت فيه بتحط الـ الماوس بتاعك على السيل اللي بعده اهو. يبقى دي طريقتين، الطريقه ان انت تكتب اسم الكولم اتعلمناه. طب منين؟ هروح اهو نشيل بس الفريز بين، انا عايز اكتب اسم الكولم تاني، نجيب في واحد تاني، عايز اكتب هنا اللغه الاجنبيه، روح حدد الكولم بتاعك واروح للمنيو اللي اسمها داتا، هروح للداتا فاليديشن لتاب اسمها انبوت مسج، هدخل على انبوت مسج واكتب هنا المره دي اللغه العربيه، سوري اللغه الاجنبيه، اللغه الاجنبيه، انتر وراح اقول له اوكي. بص كده طول ما انا نازله هيديني اسم الكولم بتاعي، احنا عملنا كده في اللغه الاجنبيه. طب تعالى يمين شويه،
واطلع كده هتبص تلاقي ايه، اول ما تيجي تقف عند اللغه العربيه هيديك اسم الكولم بتاعي. احنا شلنا اللغه العربيه ولا ايه؟ اه شلنا اللغه العربيه، نيجي هنا ونكتب اللغه العربيه عشان انا عملت اندو اللغه العربيه، واروح اقول له اوكي. يبقى انت اللي بتحدد اهو، تنزل هيديك اللغه العربيه. طب انا عايز اكتب في اللغه الاجنبيه، هيقوم يديني اللغه الاجنبيه. انت سؤل، يبقى اهو انتقل هنا يديني اللغه العربيه، اروح هنا يديني اللغه الاجنبيه، اروح هنا يديني الماده اللي بعدها، حسب ما انت عايز تعمل ايه. طيب ممكن اسمعكم. عندي سلمى هيثم، اتفضلي يا سلمى. ميس معلش انا بس كان عندي سؤال واحد، يعني طلب بس صغير. هو ممكن بس حضرتك في الاخر خلص تعملي مراجعه صغيره؟ على ايه بالظبط؟ ايه اللي انت عايزاه؟ على الموضوع يعني على كله من البدايه بس. ما هو من البدايه بقى هناخد محاضره تانية كلها. قولي لي الحته اللي مش فاهماها وانا اعيدها لك اهو. ما انا معاكي مراجعه. على ايه بالظبط يا فندم؟ ايه اللي انت مش فاهماه وانا اعيده لك؟ هو دلوقتي يعني دي كده معلش سؤال عشان انا لسه جاي متاخر معلش، يعني هو دي غلطتي. هو دلوقتي دوت يعني المفروض في اخر الترم بيجمعوا الاثنين على بعض، درجات على بعض. ايوه يا فندم، ده بالنسبه لك درجات ترم اول ودرجات ترم تاني. اه ماله بقى؟ هو ده حضرتك شرحتيه؟ انا لسه ما صممتش اي معادله، انا لسه بعلمك ازاي تعملي جدول وازاي تظبطيه بس، لكن لسه ما خدناش نجمع ولا اي حاجه لسه. ماشي، تحت امرك. شكرا. مين تاني يا جماعه عايز يسال قبل ما اروح للنقطه اللي بعدها؟ مفيش سؤال؟ ننتقل للنقطه اللي بعدها. يبقى انا دلوقتي خدت الداتا فاليديشن بتاعتي وخدت الفريز بين، وعرفنا ازاي يا جماعه بقدر ايه اقسم الورقه بتاعتي. طيب لو انا حبيت اروح كنترول بي كده، بصوا معايا دي الورقه الاولانيه. طب لو انا حطيت اسامي ثانيه وبقى عندي ورقه ثانيه، بصوا كده معايا، انا هاخد مثلا معلش كده شويه درجات بس الاول، نحط شويه درجات عشان تبان معانا. هنخلي دي مثلا 34 ودي 60 ودي 20 مثلا او 30 وات ايفر ايا كانت الدرجه. 66 ازاي يا جماعه؟ هي الدرجه من 60، ركزوا معايا، يبقى 50 طبعا عشان انا مش حاطه لها فاليديشن، حطينا الفاليديشن بس للعربي. 55 49 مثلا 34 22 ونص، شويه درجات عشوائيه كده، ومثلا 65. طيب كويس، انا عايزه ازود شويه اسامي لو انا عندي صفحه ثانيه، طب اعمل ايه؟ كويس، تعالوا ننزل مع بعض نزود كده شويه اسامي. نسمي واحد اسمه محمد احمد، نكتب بس بالعربي احمد محمود، نزود ياسين عزت. خلي بالك انا بكتب الخط صغير، اول ما تدوس انتر هو بياخد اخر تنسيق عنده للخط بس، وهوريك ازاي تنسق بقى الباقي تاني. نكتب مثلا ياسين فيها غلطه ناقص ياه، فممكن اقف عليها تاني واقف فوق هنا اهو واكتب اليه اهو وادوس انتر هتكمل. نكتب مثلا ياسمين ابراهيم، هيام محمود، بيتر عصمت، اي اسم، وائل عباس. طب انا عايزه ادخل دول في التنسيقات، اعمل ايه؟ بص حضرتك انت تيجي على التنسيق اللي انت حاطه في اي سيل اهو، في الرو بتاعك، كليك على الرو. طيب عندك في القايمه بتاعت هوم، انا رحت للهوم، في فرشه اهي. الفرشه دي يا جماعه اسمها ايه؟ فورمات بينتر، يعني بينسخ نفس التنسيق بتاعك، كليك عليها اهو وروح اعمل تنسيق من اول السيلف، من اول الرو اهو، كليك كده لحد تحت اهو، هياخد لك نفس التنسيق وعمل لك التيبل كله. طب انا عايز اكمل ترقيم، اقف على 8 و9، دي المره دي ممكن اعمل دبل كليك اهو عادي، دبل كليك ليه؟ هيملى الفاضي. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ طيب بص كده معايا، ركز معايا، انا بشد ايه نهايه الصفحه عشان اقسمها صفحه كمان. تعالى ننزل تحت كده، جاب صفحه ثانيه اهي كده، بقى اصبحوا صفحتين. طيب تعالى نطلع بس لفوق، انا هوسع المسافه. قلنا بنوسع المسافه ازاي؟ بعمل سيلكت وانزل تحت كده اهو 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 كل ده، واروح اوسع المسافه من هنا، شايف كده ما بين اي تو رو، واعمل كليك وسعت المسافه. طيب لما المسافه بتاعتي وسعت اتقسموا على صفحتين اهم. تعالى نعمل كنترول بي، اول صفحه
وصلت لحد اخر اسم عندي ياسمين ابراهيم. طب نروح الصفحه اللي بعدها، عندك هنا واقفه بالماوس اهو، شايف تحت كده، دي كده انت في صفحه واحد اهو، لو دوست على دي هيجيب لك صفحه اتنين. بص صفحه اتنين، كليك عليها كده اهو، ايه ده؟ نزل الاسامي اللي بعدها. طب بس فين الـ فين التايتل ده اللي هو مسلسل والاسم واللغه العربيه؟ حضرتك ما قلتلوش، انت التايتل ده في اول صفحه بس. طب ايه ده؟ كل ما هتعمل صفحه مفيش تايتل. طب انا عايزه انزل التايتل ده في كل الصفحات. دي مهمه قوي في الاكسل، وناس كتير يا جماعه ما بتوصلش للموضوع ده، فبتعمل ايه الناس دي؟ وده غلط طبعا. الناس دي بتعمل ايه؟ بتقوم واخده كوبي من التايتل ده، تاخد منه كوبي وتروح لما الصفحه تخلص تنزل تحت كده لحد الصفحه الجديده وتقوم حاطه له بيست تاني اهو. تنزل الصفحه دي، دي نهايتها، قبل هيان تقوم حاطه تايتل تاني. طب ايه ده؟ ده كلام غلط. كلام غلط ليه؟ ليه يا جماعه كلام غلط؟ لان انا لما اجي اعمل صوت انسق بقى، ارتب، عايز ارتب اوائل مثلا، عايز ارتب الفاباتيكلي، عايز اعلى الدرجات، طول ما انت حاطط حاجه في النص كده عمرك ما تعرف ترتب. طب امال اعمل ايه عشان انزل التايتل ده في كل الصفحات؟ وده مهم جدا جدا جدا. طيب بصوا بقى بنعمله منين. الموضوع سهل قوي يا جماعه، انت تبقى فاهم انت عايز تعمل ايه وبيجي منين. طيب انا عايز انزل العنوان اللي فوق ده اللي هو مسلسل والاسم واللغه العربيه، ده ينزل لو الصفحه خلصت، يعني انا الصفحه واخده 15 اسم، طيب الصفحه اللي بعدها ال 15 التانيين ينزل لهم نفس العنوان من غير ما اكرره، انا بحطه مره واحده وهو بينزل اوتوماتيكلي زي ما عملناه في الوورد. لا هنا اسهل بكتير من الوورد. طب بنجيبه منين؟ بص بقى معايا، انا عندي مينيو اسمها بيج لاي اوت، كليك عليها. طيب بص كده في تاب اسمها بيج سيت اب قدام عينك اهي، بيج سيت اب. في البيج سيت اب في اوبشن عندك اسمه برنت تايتل، اعمل كليك على برنت تايتل. حلو، راح فاتح لي المينيو دي. لو انت قريت المينيو دي اقرا انت ايه المطلوب منك. بص كده في اوبشن هنا رو تو ريبيت ات توب، يعني في رو انت عايز تكرره. طب فين؟ اقوم حاطط الكرسول بتاعتي هنا اللي هو الماوس اهو، واروح احدد اللي انا عايزه يتكرر في كل الصفحات. الحته دي بص هقف عليها من بره اهو، كليك واسحب، هي دي الحته اللي انا عايزها اهو، حددتها ورحت وقلت له اوكي. جميل، طيب تعالى نتاكد انه اتكرر، كنترول بي، ادي ده البرنت بتاعي، ادي الصفحه الاولى. طب تعالى نروح الصفحه الثانيه كده، بص نزل اهو في الصفحه الثانيه اهو، كانت هيام شويه في الصفحه الثانيه ما كانش التايتل ده موجود. طيب عملناها منين؟ نطلع ثاني كنترول زد اهو اهو، لو رحت اشوفها بص معايا، ده احنا كنترول زد راح عمل لغى الاسامي اللي احنا عملناها خالص كمان اهي، نكبر المسافه اهو عشان ننزل صفحه ثانيه اهو، كمان نكبر شويه اهو. طيب حلوه قوي كده اهو، كنترول بي، بص اخر اسم عندي هنا ياسين عزت، نروح للي بعده اهو، هو لسه قاري ان انا عامل برنت تايتل. طب تعالى نشيل البرنت تايتل اهو، هروح بيج لي اوت برنت تايتل، بص كده قاريها اهو، انا هعمل لها ديليت، علمت عليها ومسحتها وراح اقول له اوكي. بص كده كنترول بي، طب هات الصفحه الثانيه، مفيش اهو، راح فين؟ راح. طب نجيبه تاني، منين بجيبه؟ منتهى البساطه من المنيو اللي اسمها بيج لي اوت، هروح لبرنت تايتل، من برنت تايتل هحدد ايه الرو تو ريبيت ات توب، كليك واروح احدد المكان اهو، المكان بتاعي ده هو ده اللي انا عايزه يتعاد. جميل، عملت سيلكت عليه، اروح بعد كده اقوم عامل اقول له اوكي. لو رحت كنترول بي، تعالى بقى نروح كنترول بي اهو، ادي الصفحه الاولانيه وادي الصفحه الثانيه، راح مزود لي التايتل بتاعي. نعم اتفضل، اللي عايز يسال اتفضل معاك. طب فاتح المايك ليه لما مش هنسال؟ فاتحين المايك ليه طالما مش هنسال؟ طيب لحد كده يا جماعه انا نسقت الورقه بتاعتي، حلوه قوي. تعال بس نكمل شويه ارقام هنا عشان الحته دي مهمه قوي، على الاقل صفين مثلا، هنخلي هنا مثلا ده جايب 79 ونحط له هنا 39، الشخص ده شاطر، ونحط له هنا جايب 40، وننزل نحط هنا مثلا 35، ونيجي هنا 29، وهنا نحط 76. طيب انا عايز اعمل ايه يا جماعه؟ عايز الفايل بتاعي ده اعمل له باسورد، مهمه قوي.
انت لما تيجي تشتغل على فايل مهم قوي انك تقفله، محدش يقدر يتعامل معاك غيره. طب ازاي اعمل باسورد لفايل؟ الموضوع ده في الوورد هو هو في الاكسل بالظبط. يمكن احنا في الوورد ما اسعفناش الوقت ان انا اقول ازاي اعمل باسورد، بس هي نفس الخطوات. ازاي؟ اروح فايل واروح اختار من فايل يا جماعه سيف اس، سيف الفايل. بمجرد ما بختار سيف اس ببدا احدد له المكان، اعمل لي براوز هسيبه فين. لما هقول له براوز يفتح لي الكمبيوتر بتاعي. حضرتك عايز تسيب الفايل فين؟ انا عايز احطه على الديسكتوب. حلو. وعايز اسميه وليكن اماني، هسميه اماني بالانجلش اهو. طب فين الباسورد بقى اللي انا عايز احطها؟ من فضلك يا هشام اقفل المايك عشان بيوش بعد اذن سيادتك. فين الباسورد؟ عندي هنا في الشاشه بتاعت السيف في حاجه اسمها تولز تحتك اهي. ايه التولز دي؟ لو انت فتحت التولز هتلاقي فيه حاجه اسمها جنرال اوبشن. اختار جنرال اوبشن، ومن جنرال اوبشن هيفتح لي مينيو اللي اكتب الباسورد بتاعتك اهي. هروح انا عايز الباسورد بتاعتي وليكن انا هحطها 1 2 3 مثلا. 1 2 3 انت حط الباسورد اللي انت عايزه، وراح اقول له انتر. لما اقول له انتر يقول لي دخلها لي تاني اهو 1 2 3، وراح اقول له اوكي سيف. انا سيفت الفايل على الديسك توب واديته باسورد 1 2 3. هنقفل الفايل بتاعي. بص كده معايا بعد اذنك، انا هروح اهو ادي الفايل بتاعي على الديسك توب اسمه اماني اهو. تعالى نفتحه مع بعض دبل كليك. هيروح يقول لي دخلي لي الباسورد عشان افتحه اهو. عمره ما هيفتحه لما تحط له الباسورد. فانا هروح حاطه الباسورد اللي انا قلت عليها 1 2 3 وراح اقول له اوكي. خلي بالك لو انت مدخل الباسورد بالانجلش وجيت تكتبها عربي مش هتفتح معاك، يعني اللغه بتاعتي تحت انا عندي هنا انجلش اهي. فانا لو جيت كنت محوله اللانجوج بتاعتي ان عربي وجيت اكتب 1 2 3 بالعربي مش هيفتح. يبقى زي ما انت مدخلها بالظبط، مدخلها انجلش تكتبها انجلش، مدخلها عربي تكتبها عربي. بس خلي بالك من حاجه بقى هنا، انا طالما اديتك الباسورد بتاعتي وفتحت الفايل تقدر تعدل الدرجات اهو. يعني انا 76 دي هخليها 77. طب ايه ده؟ افرضي انا دلوقتي عامله شغل وعايز اطبع الشغل ده، وعندي حصه انا اماني ومحتاجه ادي الفايل ده لاي حد في المدرسه يطبعه لي، حد من عندي في القسم. طب بس خايفه يلعب في الدرجات، ما هو ممكن يلعب فيه. طب ينفع ادي له الباسورد يفتح الفايل ولو حاول يلعب في الدرجات ما يعرفش يلعب فيها؟ اه طبعا ممكن اقفل عليه ان هو يقدر يغير اي درجه برغم ان معاه الباسورد. طب هيعمل ايه بالباسورد؟ هيفتح الملف بس يتفرج عليه بقى، بالنسبه له صوره بيتفرج عليها ما يقدرش يعدل فيها. طب الكلام ده بنعمله ازاي؟ ازاي اقدر اعمل بروتكشن للشيت بتاعي؟ سهله قوي. عشان تعمل بروتكشن للشيت بمنتهى البساطه، انت عندك منيو هنا اسمها ريفيو. بص كده كليك على الريفيو. حلو. لما تروح للريفيو عندك حاجه اسمها بروتكت شيت اهي، كليك عليها. هيقول لك دخل لي باسورد تو ان بروتكت شيت. لازم عشان اي شخص يقدر يعدل في الشيت يكتب الباسورد دي. طيب انا هدخل الباسورد مثلا اماني، اسمي اهو. طبعا انت لما تعمل بروتكت للشيت ما تدخلش لا اسمك ولا تاريخ ميلادك ولا اسم اصحابك، حاجه طبعا ما حدش يعرفها. انا بدي فور اكزامبل يعني، وراح اقول له اوكي. طيب هيقول لي دخليها تاني اماني. اي باسورد لازم يقول لك اكتبها مرتين للتاكيد اهو. طيب تعالى نقفل الفايل كده بتاعي. عايز بيقول لي انت عايز تعمل سيف للتشينجز؟ اه طبعا سيف. حلو قفلته. تعال نروح نفتحه من على الديسك توب اهو. احنا قلنا الباسورد بتاع الفايل كله ايه؟ انا اديت الفايل لمثاليه وقلت لها مثاليه اطبعه لي، والباسورد بتاعت الفايل 1 2 3 راحت مدخله 1 2 3 وراحت فاتحه الفايل. حلو. لكن ما معهاش البروتكشن بتاع الشيت. جت عليا طبعا انا ما اقصدش حاجه يا عليا خالص، والله انت حبيبتي. عايزه اتعدل في درجه هاني، هاني ده تبعها فعايزه اتعدل في درجته. فراحت جايه لهاني وقالت ايه ده جايب في الرياضه 79، طب انا عايزه اخليه يجيب 80، وراحت جايه تكتب كلمه 80. بص راح مديها مسج هي مش من حقها تعدل. طب عايزه تعدل في العربي ده 50 ده وحش، طب عايزه 100 ولا من هنا لبكره. اي درجه تيجي تغير فيها اي حاجه اتقفل خلاص. عمرها ما تقدر تغير في اي حاجه مكتوبه، يبقى انت تبقى واثق ومتاكد انك ممكن تدي الفايل لحد وتدي له الباسورد وتقول له خد اطبعه لي ولا يعرف يعدل فيه خالص، الا لو انت قايل له على البروتكشن بتاعتك. طب عايز افك البروتكشن، انا صاحبه الشيت عشان ابدا اكمل شغل عادي. هروح للريفيو واروح لان بروتكت شيت. بمجرد ما بتعمل بروتكت بيبقى اسمها ان بروتكت اهو، كليك عليها يقول لي دخلي بقى البروتكشن بتاعي. انا عارفه بتاعي اماني اهو، واقوم فتحه اجي اعدل الدرجه اهو 100 كتب معايا عادي جدا مفيش مشكله. يبقى انت امان لشغلك
تعمل باسورد للفايل وتعمل بروتكشن للشيت، علشان لو حد عارف الباسورد بتاع الفايل ما يقدرش يقدر يغير في الدرجات بتاعته او يفتحه او يلعب فيه او يعمل اي حاجه موجوده جوه الشيت الا بامرك. طبعا هو عمره ما هيعرف الباسورد والبروتكشن الا لو انت قايل له بقى، مع احترامي، غير كده مستحيل يعرف لوحده، ده اكيد يعني. طيب حد عايز يسال سؤال في الحته بتاعه البروتكشن او الباسورد قبل ما انتقل للنقطه اللي بعدها؟ ايوه اماني، هو انت بتعملي على سيلكت على الجدول علشان تعملي عليه الحمايه دي؟ لا، هو بيعمل على الشيت المفتوح كله يا فاطمه، ما بعملش سيلكت على الشيت. يعني على الشيت كله مش كده؟ الشيت كله يا فاطمه. ماشي ما بعملش سيلكت على حاجه. طيب ماشي اوكي، عينيا ليك يا فاطمه. مين يا جماعه يسال تاني؟ انا سامعه قبل ما نروح للنقطه اللي بعدها. طيب انا شايفه ان مفيش حد عايز يسال. طب ممكن استاذنكم تقفلوا المايكات عشان الصوت ما يبقاش مضايق حد. طيب احنا دلوقتي عرفت ازاي بعمل باسورد، وعرفت ازاي بعمل بروتكشن للشيت بتاعي، وعرفت ازاي اقدر احدد ان انا ما اقدرش ادخل درجه هنا اعلى من المية. طبعا انا بنسق الشيت بتاعي كله، انا عملت يا جماعه على كولم العربي بس، لكن انت المفروض لما تيجي تصمم شيت تعمل الكلام ده على بقيه الكولمز كلها، عشان ممكن وانت بتكتب ايدك تغلط غصب عنك وتروح كاتب درجه اعلى من الدرجه، وده حصل معايا انا شخصيا، مش هقول مع حد بعيد عني، ده معايا انا شخصيا. ساعات الواحد بيكسل، لسه هقعد انسق بقى واكتب، ما انا عارفه الكلام ده، فغصب عني ايدي جايه اكتب 40 اكتبها 400، ايدي تدوس على الصفر زياده فتطلع الدرجه اعلى طبعا، وده بيسمع في المجموع النهائي وبتبقى غلطه، ودي من الغلطات الشائعه وكلنا بنقع فيها. عشان ما تقعش في الغلطه دي انت من الاول ظبط الشيت بتاعك قبل ما تشتغل. طيب هل ينفع يا جماعه انا مثلا عندي وليكن دلوقتي الاسامي بتاعتي مش مترتبه، ينفع ارتبها الفابيتيكال؟ عشان كده انا قلت نحط شويه درجات بس. احفظوا لي كولم او رو بالنص، يعني مثلا حد فيكم يبقى حافظ، تعالوا نحفظ هاني ده. طب اقول لكم على حاجه، نخلي هاني ده واخد الفول مارك عشان لما يترتب نبقى متاكدين. فاهو 60 واخد هنا ماشي 79، خليه 79 في الماده اللي بعدها اللي هي الرياضه، و39 و40 يبقى هو ناقص في الرياضه والدراسات بس، وبقيه المواد متقفله. طب انا عايزه ارتبهم الفابيتيكال، يعني نرتب من الالف ب اند سو اون. ازاي بنعملها يا جماعه في الاكسل؟ سهله جدا، في الاكسل اسهل بكتير من الوورد. طيب بنعمل ايه الكلام ده؟ بصوا كده، انا هعمل سيلكت على الحاجه اللي انا عايز ارتبها اهو، انا عايز ارتب من الاسم، يبقى هاجي من عند هاني واحدد كل الرو بتاعه، الرو كله، لانك انت لو وقفت هنا يبقى مش هياخد معايا العلوم، يبقى انا بحدد الرو كله وانزل كل الجزء اللي انا عايز أرتبه. انا حددت الجزء كله تمام، وبعدين هروح لحاجه اسمها هوم. طيب لما تروح للهوم عندك حاجه عندك اسمها صورت قدام عينك اهي، افتح الصورت بتاعتك هتلاقي فيه حاجات كتير في الصورت. اول حاجه انا عايزها صورت A to Z، من A لل Z، يعني رتبهم لي الفابيتيكلي اهو، كليك عليها. بص كده، ايه ده ما خدش هاني معايا، وده الاسم الاولاني، هو ينفع هاني يبقى اول اسم؟ ازاي ده المفروض هاني ده الهي في الاخر. حضرتك في اوبشن ناقص لك انت ما ظبطتوش، ودي بتحصل غلطات، فالناس بتعمل ايه لما يحصل معاها الغلطه دي؟ تقوم عامله على ده قط تشيله قال وتحطه في ترتيب، لا غلط طبعا. امال انا اعمل ليه ما دخلتش اول كولم؟ المايكات يا جماعه معلش، المايكات معلش.